I am Samira Oulaillah, and this is a story of my journey to Lebanon to visit Syrian refugees who fled Syria to find shelter in Lebanon. This is a journey which starts at London Heathrow Airport, a journey in which I will go to meet Syrian women, men and children, to get to know them, to listen to them, and to share their stories around the world. Auntie Iman, as I call her, a brave old lady from Syria, touched my heart. This is a story of an old woman who fought with all her heart to bring her grandchildren to Lebanon to protect them and to look after them. كيفاش كتعملوا المويه هاي؟ هذا غاز بس للشاي، يعني ما عندي امكانيه. اذا خلصت قنينه الغاز ما في عندي اشتري. هذا بس بخلي للشاي، بروح هنيك في حطب بجيب اليوم حطب، بعدين بجيب مي سخنه بعيد، يعني يعني شي 200 متر يعني بعيد عن البيت. انا بجيب مي سخنه وهون بحمم الاولاد، بحمم هي يعني هدول مي سخنه بحمم الأولاد. حممتهم راحوا على المدرسة، يعني كل يوم أنا بجيب، بس راحوا على المدرسة أنا بجيب حطب الصبح لما بكونوا نايمين، أنا بروح بجيب حطب بصمدهم بس فاقوا بحممهم ببعتهم على المدرسة. هاي هون يعني ما في حمام، هيك يعني هي وضعنا. هذا حمام مطبخ كله هون. هذه كيف المويه تسخنيها؟ تسخني مويه وتسخنيها من هنا وتحطيها وش؟ ايوه تحطي المويه هنا. ايوه تسخنيها، معليش ما عرفت. يلا جيبوا برا المي. بنتي عندها ولد واحد كمان، استشهد جوزها وجبتها معي انا وياها، جينا على لبنان. بعدين استشهد لي ولدين وعنده ولدين. انا طلعت نزلت على سوريا لاجيبهم، كمشوني يعني كمشوني، تميت يعني 17 يوم 10. شكون اللي كمشوك؟ عسكر. العسكر امن الدوله اخذوني، عمشوا لي عيني اخذوني. تميت تحت الارض على التعذيب، انه ابنك سوار ابنك. انا ايش بدي منه؟ انا جيت اخذ الاولاد يعني ولدين. هي كان عمرها سنه، كان عمرها سنه وحده واخوها سنتين. جبته بعدين يعني عافوني. انا ايش بدي ابنهم؟ يعني ابني ما بسمع كلمتي، راح مع السواق. انا ايش بدي؟ انا جيت اخذ الاولاد. عافوني بعدين بعد القتل وهيك عافوني. جبت الاولاد وجيت هون عند علي، جبتهم عند علي. الحمد لله ما في اجار بيت، يعني صاروا الاولاد 6 اولاد. انا منين بدي اجيب؟ وانا جيت ايوه. وخالتي هون كتنعسوا عليك. انا هون بنام، انا هون بنام. بنام ما بتمد اجري. انا هون بنام. هون انت؟ اوكي. هذا احدى التلفزيون. ايوه انا ماشي وهيك كمان. وانتم يعني بس السمعه كلكم كتنوموا؟ اي والله. كيف بتعمل؟
وطوال انين طوال يعني بس ما هيك كبروك الرنين تحت على المدرسه ايه هي وهذا كي سخن لكم شو عملتوا في التنس؟ كنا نلعب أتلعب شو أوكي ألعب كرة؟ ياس بتحب كرة؟ كتير بلعب كرة بتلعب كرة كتير أيوة شو تحب يعني تحب يعني كرة إنجليزية شو؟ إنجليزية إسبانية إسبانية برشلونة لا؟ ياس ما شاء الله عليك أنت شاطر سوي لنا شيء وش الشيء سوري لا؟ شيء من سوريا أيوة شفتي ويس سامع اللي بخلص بابا على كويس وفين هو ولد بتاخذ نفس الليل وبتتعب بعيد وتعودت هلا كل يعني الشده على الجب العصير عصير بعطيها دائما كاس بس صارت غايبه هيك صدره وتعبش العصير ايه بسوي لها انا عصير وما بجي اجمل سعلي وهيك وضيق نفسها بسوي لها عصير بشربها بصير احسن عصير كويس عصير كويس بتعملي كعصير بالتفاح ولا بالليمون يعني برتقال نحن برتقال اكثر شيء عصير ومنك تجيبوا البرتقال بجيب اياه بشتري لها شكرا لكم انتم بتتعذبوا وبتجوا وبتعطوا عقلكم هالسوريين يعني في ناس عم تشوفنا يعني هذا زمان ناس شافتنا ما يعني إذا واحد بسمع غير اللي بشوف في عينه الله يحفظ حتلي نحن جو عند خالتي الله يحفظ لي إياكم إن شاء الله يا ربي وإحنا كنحبوا سوريا كثير إن شاء الله الخير بسوريا وكمان من المغرب لا هو يمن لا هو يمن سريلانكا يعني سريلانكا زي سريلانكا هو مش من أفريقيا لا سريلانكا ولكن يعني كويس الحمد لله مليح مليح شكرا خالتي شكرا والله صار العربي يعني والله يفهموا علينا عربي I will always remember Sabr, the Syrian waterman, as I called him. Sabr fetches water every day, 20 liters of water on his little scooter. Water represents life and joy, and certainly Sabr represents the deep meaning of life, which is to never give up, no matter what. اخي كتجي هنا هنا كل يوم كل نهار بشيء كل نهار كل نهار وكمان يعني كمان أربعة كل كمان بلادك عندك عندي ثلاثة so every day he comes here to get some water يلا ها and he takes all the water back to his tents and it's like four full bottles, like maximum bottles, 5 liters each. And that's what he does every single day. للطبخ و يعني عملنا ناكل نشرب غير المي هي ما في يعني
يعني كلها مي ملوثه يعني لو ما الله وهالمي الا يعني ترى ما بحسن نشربها مي صعبه هون يعني المي هوني لو ما الله جمعنا بهالمي الكويسه نحن جماعه ما بنشربها هي صحه 100% 100% بسم الله واخي شو كتعملوا بالميه للطبخ للطبخ ولك ولكل شيء يعني هاي الأولاد هاي الأولاد يعني عم يستخدموه شيء ده من ثم تعال شربوا شربوا أيوة يلا شرب صحتين وفرحان بالمية الحمد لله رب العالمين اللي الله جمعنا بهيك مية نظيفة يعني الأولاد بطل يروحوا على دكاترة بطل الأولاد يعني كنا أول ما جينا لهون نشرب مي شلون منكر بس صار ساوي معنا يعني هذاك الأمراض أما هلا الحمد لله بفضل الله إنه جمعنا بين المي الكويسة والله يكتر خير اللي شارن فيها ويطولنا بعمره لأنه فعلا مي يعني مثل ما عم يشرب ببيته وعم يشربنا إياها إنه بالذات الله يكتر خيره يا رب ورايته بيضاء يعني هاي شغله الحمد لله رب العالمين ما عم نقطع لاني يعني طول ما في مي فوق طول ما كل نهار بنطلع من عبي وبنرجع يعني ما فينا نغادر لو كان مثلا نهار هلا بنجي هلا مسويات بيخلصوا برد برجع بعبيهم الحمد لله رب العالمين الله يكتر بخير كل شيء ساهم بتعبئة هالمي لهالشعب المهجول واللاجئ شكرا على راسي الله يطول عمرك يا رب I think it's it is very very symbolic that a town which kind of represents water life has been willing to welcome those people who are escaping death and I think it is nice to be here and it is inspiring very inspiring. The trip to Akkar was one of the most beautiful trips in northern Lebanon. The aim was to reach the Akkar refugee camp to meet the local Syrian refugees. Mohammed and Jose enlightened my experience in Lebanon. They were two beautiful boys, two beautiful souls. Sharing those precious moments of laughter and joy was a pure delight. I was at the same time so touched that even in sorrow and tragedy, Syrian children such as Jose and Mohammed had still the strength to smile and laugh. لما ما عرفتش شو تقول نساعدك شويه ما تخافش فاهم عليا وما كاينين اللي يترجموا ليا اوكي السلام عليكم شو اسمك محمد عبد السلام مشبانه محمد عبد السلام مشبانه منك انت عود لي يا محمد شو كانت حياتك بسوريا؟ هلا قبل الحرب كنت أنا في الصبح ألعب مع رفقات أصحابي مخلص من الجامعة بتعشى وبنام كل نهار من عيد الأضحى نلعب طب ونرجع مكيفين بس هلا صار حرب يعني لجئنا لهوني هلا هون كمان نفس الشيء عم نعمل نفس الموضوع
إن شاء الله نرجع سوريا بخير. وشو كنت تعمل مع أصحابك؟ كنت تلعب معهم السورية؟ كنت فرحان؟ عود لي على أصحابك وحياتك بالسورية. أصحابي كانوا طيبين، كنا نلعب كل نهار، بس أنا هلا ما بذكر أساميهم. من كثرة الحرب ظلنا 4 سنين، هلا نسيت كل شيء. هلا أنا مكيف، صار عندي رفاق جدد عم ألعب معهم، مرة عم ألعب لفوق نلعب. شو حياتك هنا محمد؟ حكي لي على حياتك هنا. لا أنا عايش، بروح كل نهار على المدرسة، بروح على المدرسة بأيام العطلة بروح نلعب بالطابة، نخلص ونرجع. يعني عنا عطلة إنه كل جمعة وأحد، يعني يكون عنا يومين. السبت عنا مدرسة، الحمد لله بروح المدرسة، بروح مكيف برجع مكيف. بس كن عايشين بخير، هذا هو اللي بدي اياه. شو أحلامك محمد؟ لاعب كرة قدم. شو حابب تطلع بالمستقبل؟ لاعب كرة قدم. وشو أحلامك يعني إذا إن شاء الله لا كان عندك شغل؟ إن شاء الله بدك تكون دكتور، بدك تكون معلم، شو بدك تكون إن شاء الله؟ مهندس. ليش مهندس؟ هذا يعني هاي الشغلة بستفيد منها كتير. وكنت سكر باباك؟ كنت سكر باباك؟ احكي لي على أبوك، كيف يلعب معك؟ أنا أبي ما كنت أشوفه زيادة، يعني كنت أفيق الصبح ما لقي، يعني بكون راح رفقاته بيرجع، إنه كل ما أفيق الصبح ما لقي، بس آخر يوم بدي أشوفه ما شفت صغر مرة، آخر يوم بشوفه يوم متى استشهد، ما عرفنا أخبار عنه. No one can feel the pain of an orphan. No one can imagine the suffering. Muhammad touched the depth of my heart. Despite his pain, despite his grief, despite his loss, Muhammad was brave enough to talk to me with the innocence of a child who lost his father. We walked and walked through the camp to find Hiba, a young Syrian girl. To meet Hiba was an experience that I will never forget. شو اسمك؟ هبة عبد الله أحمد طالب. مينك أنت؟ من وين يعني؟ من سوريا. أوكي هبة، عودي لي على قصتك بالسورية. احكي على قصتك بالسورية، وقت اللي طلعتي كيف طلعتي؟ كيف كنت أثناء الحرب؟ ما بتتذكري؟ هبة couldn't talk. She found it hard to share her story by talking to me. She simply decided to draw for me. Her voice became a color pencil, and her hand became her thoughts. And I could have spent hours and hours watching Hiba draw. Hiba showed me that art can be a remedy. Art is simply freedom. Here I am back in the United Kingdom with memories I will never forget and souvenirs I will hold on forever. Through my visual work and projects, I will keep on supporting the amazing work of the UK Islamic Vision and the Awareness and Consolation Association in Lebanon. To me, unity is strength, unity is hope.